والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي، لقناتكم قناتكم قناة بي بوجي تي في، اخواتاتي رجعت لكم من جديد. واليوم اخوتي اخواتاتي جبت لكم واحد التطبيق اخوتي اخواتاتي اللي تقدروا تحصلوا به على جميع السكنات، ساكورا، كليمينر، شوتغان، اي حاجة بغيتها في هذه لعبة فري فاير تقدر تحصل عليها. وعندك المعاو ثاني اخوتي اخواتاتي على واحد الطريقة اللي تبانت في هذا الاخر اللي بزاف ديال الدراري كيستعملوها وراها محتكرة. وشفت اخوتي الطريقة هذه اللي كيستعملوها بعد الاشخاص وراه الدراري كيستنفعوا من موراها، ماشي ما كيستنفعوش والله العظيم، لا كيستنفعوا من موراها. صديقي انا نعطيك فكره على الطريقه هذه، وراه كما قلت لكم راه جبت لكم اليوم واحد التطبيق يا اصدقائي، راه ساكوره اي حاجه بغيتها راه تلقاها في ديك التطبيق بدون ديك كونفيك دخل خرج دالا، راه ما الكونفيك في الباسورد، راه شي حاجه من هادشي. خلينا بديك التخرشيش وخلينا بديك الشيء هذاك. بعدا خوتي اخواتاتي نتكلم معكم على واحد البلان اللي عاد المهم فكره عليه زوينه بزاف بزاف. غير انت يا اسطوره اللي كتشاهد هذا الفيديو ما احتكرش علينا بواحد لايك وشي كومونتير تحفيزي من عندك، وخليك متابع مع هذا الفيديو حتى الاخر ما تزبي منه حتى ثانيه. وحلوا معكم معايا ونكم على 10 الرات البلان هذا اللي عندك عليه دابا، راه الدراري كيستعملوه راه شي حاجه هربانه بزاف بزاف. المهم اخوتي اخواتاتي كاين واحد التطبيق دابا تبان في هذا الاخر، كتدخل له كتانستاليه، بعدا كتدخل له هو ملي كتدخل التطبيق عاد كتدخل لعبه فري فاير، كيعطيك يا صديقي كونت جديد، هاد كونت جديد وكيعطيك بعض الميزات اللي في ديك التطبيق. كاين الميزات اللي مدفوعين وكاين الميزات اللي ما مدفوعينش. الميزات اللي مدفوعين وهو مثلا كيعطيك باكيجات، كيفاش باكيجات ملي كتدخل له الكونت الخاص بك كتجبر فيه صناديق باكيجات مازالين ما محلولينش. هو كونت جديد، هو كونت جديد، ولكن داك الشيء غير مظهر غير ديكور. حنقول لك التطبيق كيعطيك غير ديكور، داك الشيء كتجبر فيه باكيجات. اما بالنسبه للنسخه العاديه، النسخه العاديه وهاد النسخ هادو اخوتي قلالين بزاف بزاف، بحال اللي كتسارى على ليبرا في وسط التبانه العشره. المهم اما النسخه اخوتي اخواتاتي اللي عاديه ملي كتدخل مثلا للكونت، مثلا ملي كتدخل للكونت هكا كتلقى مثلا ملي كتدخل للمتجر في الملابس وكذا كتجبر تما الملابس، كتجبر ساكورا، كتجبر كليمينر، كتجبر اي حاجه في اللعبه. بحال اللي زعما قول عندك الكونت، بحال اللي مثلا تيك كونت جبرت ودرت له الاستعراض، عيجي اخر يقول بصح هذا السيد عنده كونت قديم بزاف بزاف. ولكن كيبقى واحد البلان اللي كيبقى معيق، وهو كتجبر مثلا ملي كتدخل تشوف المستوى ديال الكونت واش الكونت لاعب، كتبان كونت ما لاعب ما حتى شي حاجه، كونت كونت عادي. لا بغيتي تزيد مثلا حتى النقط ديال الي باس، طلع الهيرو، داكشي غير ديكورات الدراري كيدير هذا التطبيق هذا، كيخلي داكشي غير ديكور، ولكن قليله هذه النسخه هذه. المهم اخوتي انا اليوم جبت لكم واحد النسخه اللي زوينه اخوتي، واحد التطبيق اللي زوين مشابه لديك التطبيق اللي هضرنا عليه دابا اخوتي، واحد النسخه عاوتاني زوينه وراه تقدر بها تدخل ساكورا لعيبه تويشيات بزاف ديال الاشياء. المهم انا نعطيكم واحد البلان عليها اخوتي اخواتاتي. اليوم تحط واحد العرض اللي زوين، هذا العرض هذا اخوتي اخواتاتي غيكون في 26 في الشهر غيتطلق، يمكننا نجمعوا هذه الباكيجات. خصك تجيب 75 كيل، المهم مصيبه الكيلات، المهم خصك تفرقع كيلات وصافي. المهم هذا العرض هذا غيتطلق اخوتي اخواتاتي في 26، وهذا العرض هذا اخوتي اخواتاتي غيتطلق عاوتاني هذا في 29، واخر اللي داز في 28. المهم فهمتوني ولا ما فهمتونيش على 10؟ راه هذا العرض هذا كما قلت لكم راه عرض اسطوري، وراه كاين واحد السكين اخوتي هنا يا اخوتي، راه واحد السكين اللي واعر على 10، واحد السكين باش نقول لكم غير خليها كيك وصافي، سكين خنفوشاري. اما اخوتي اخواتاتي خلينا دابا مع هذا البلان هذا العرض اللي تحط اليوم. اما كما قلت لكم اخوتي اليوم راه عندك كلمه واحد التطبيق اللي به نقدروا نجيبوا مثلا ساكورا، نجيبوا سكنات، نجيبوا بزاف ديال الاشياء. وراه اخوتي هذا القوا التطبيق هذايا اللي عندك كلمه عليه دابا في هذا الفيديو اخوتي، اللي عيبان دابا اخوتي في هذا الفيديو، راه اخوتي اخواتاتي هذا القوا في الانستا ديالنا، الانستا ديالنا هذا القوا في الوسط، تما دوزوا اخوتي كاملين مرحبا بكم كاملين اخوتي، والف مرحبا تما غيكون اخوتي. وراه نديروا مسابقه اخوتي على 1000 جوهره في الانستا ديالنا، مرحبا بكم اخوتي الانستا كاملين بكم. والتطبيق هذا هو اخوتي هو هذا كما كتشاهدوا فيه ساكورا، في اي حاجه، اي حاجه اللي بغيتها في هذه لعبه فري فاير راه تلقاها في التطبيق هذايا. بحال اللي نقولوا متجر جديد ديال مثلا ديال فري فاير، عاد اصلا التطبيق كتدخل له كدير مثلا وكتعطيه مثلا الصلاحيات، يدخل لك للتصويرات ديك باش تكون عارف هذا البلان، يدخل لك للصور ديك، يدخل لك للمعلومات الهاتف ديك كاملين. بعدا هي الاولانيه الا بغيتي دير هذا الشيء هذا خصك تكون عارف هذا البلان هذا، باش ما تقولش زوير ما بغاش يقولها لي، لا انا كنقول اللي كاين الدراري راه مثلا التطبيق هذا اللي عطيتو الصلاحيه كيدخل لك تصيرات اللعيبه المعلومات جامع الاشياء اللي عندك في الهاتف ديالك كيوصل لهم. ولكن بيعطيك تشني، يعطيك ساكورا، يعطيك اللعيبه، يعطيك التويشات. وراه اخوتي هادشي انا ما بغيتش الدراري، الا بغيتو تجربوا هادشي هذا راه هنا نعطيكم التطبيق لهاد القهوه في الانستغرام، واللي بغى يجرب راه يكون عارف البلان، باش ما يجيش يقول لي انا مشالي ولا انا شي حاجه من هادشي. المهم اخوتي اخواتاتي كنتمنى لكم فهمتوا هاد البلان، وراكم عزاز وغاليين، وتهلاو لي في راسكم، ما تنساوش اخوتي الا كنتو جداد ما تنساوش تشتركوا معنا وفعلوا خصيصه زر الجرس، والسلام عليكم العشره.